ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل بقيه اخبارنا. والخبر اللي جاي ده اقوله بسرعه لان انا مش عارف اعلق عليه اقول ايه الحقيقه. منتخب مصر الاولمبي بيواجه ازمه في اقامه المباريات الوديه بسبب عدم توفر سيوله ماليه في اتحاد الكره للسفر خارج القاره الافريقيه. رغم وجود منتخبات متاحه بالمناسبه يعني زي امريكا ومنتخبات في امريكا الجنوبيه كمان، لكن تمت مخاطبه بقى منتخبات مالي وغينيا والكونغو لخوض مباريات وديه في المعسكر المجبر رغم عدم صعود الكونغو. يعني احنا هنلاقي فرقه ما بتلعبش اصلا في اولمبياد باريس، الا اننا خاطبنا اتحادات كره القدم هناك لخوض المباريات، واعتقد ان هيكون في صعوبه. من الصعب خوض وديات اوروبيه حيث ان المنتخبات تطلب من الفراعنه السفر للعب المواجهات في الخارج، وهو ما يصعب تنفيذه لضيق الوقت، كما ان معظم المنتخبات العربيه انهت اتفاقاتها على خوض مواجهات وديه ايضا. انا زي ما قلت لحضراتكم ماليش تعليق في الخبر ده، مش هعلق.